عزز لعبك وتجربتك مع اكسسوارات البلاي ستيشن 5 الجديدة. مثل ما وعدناكم في فيديو سابق، بنستعرض معكم الآن اكسسوارات البلاي ستيشن 5 وايش مميزاتها. اول اكسسوار هو السماعة اللاسلكية Pulse 3D، واللي بتقدم تجربة صوتية مثالية مع بلاي ستيشن 5. السماعة بتستفيد من ابرز تقنية موجودة في البلاي ستيشن 5 واللي هي 3D Tempest، وهذه التقنية مهمتها انها تقدم صوت ثلاثي الابعاد للالعاب المدعومة. في لعبة سبايدر مان مايلز موراليس مثلا، صوت المدينة والتأثيرات من حول الشخصية راح تكون اكثر واقعية، او في لعبة ساك بوي بنعرف الاصوات من اي اتجاه جاية وغيرها الكثير. السماعة مستوحاة من تصميم بلاي ستيشن 5 وتشارك معاه في فكرة الالوان، ويمدينا نحرك الحزام العلوي عشان تناسبنا في وقت اللبس. طريقة اعدادها سهلة جدا، نشبك وسط اليو اس بي اللي تجي مع السماعة في البلاي ستيشن 5، ومباشرة راح تتم عملية الاقتران. السماعة فيها مايكروفونين مع خاصية الغاء الضجيج للمحادثة مع اصحابنا بدون اي ازعاج في الخلفية، وفيها ازرار للتحكم بالصوت، زر لكتم المايك وزر يخلينا نسمع صوتنا كيف يطلع بالمايك عشان نعدل عليه لو احتجنا، واخيرا زر لتشغيل السماعة. وتملك منفذ 3.5 عشان نشبكها بالسلك، ومنفذ تايب سي للشحن، وبحسب كلام سوني بطارية السماعة تستمر حتى 12 ساعة من الاستخدام. السماعة متوافقة ايضا مع بلاي ستيشن 4 والويندوز واجهزة الماك، وباستخدام وصلة اليو اس بي. وما يكمل جو اللعب الا لما نشارك اصحابنا اللعب بالصوت والصورة. كاميرا HD الجديدة تصور بدقة الفول HD، وفيها حامل عشان تثبتها بسهولة على التلفزيون، ومع حماس الجيل الجديد اكيد راح نستهلك من بطارية اليد الدول سنس مع الاستخدام الطويل. لهالسبب نحتاج وحدة شحن دول سنس تخلينا نشحن يدين مع بعض، عشان لو في يد خلصت بطاريتها نستخدم اليد الثانية على طول وما نضيع وقت، ونكون مستعدين للعب مع أصحابنا في أي وقت. البلاي ستيشن 5 جهاز ترفيهي متكامل، بجانب الألعاب نحتاج أحيانا نتفرج على فيلم أو على اليوتيوب أو غيره، والتحكم في هذه التطبيقات ممكن يكون بيد الدول سنس، لكن ما راح تكون تجربة ملائمة بشكل كبير. وهنا يجي دور الميديا ريموت، واللي يسمح لنا بالتنقل بكل سهولة في قائمة البلاي ستيشن 5، وفي أزرار للتحكم بالصوت والتقديم والتأخير في مقاطع الفيديو، ويملك أزرار مخصصة للوصول السريع لتطبيقات مثل نتفليكس ويوتيوب وغيرهم، ونقدر نتحكم ببعض التلفزيونات المدعومة بالميديا ريموت. هذه كانت نظرة على مميزات الإكسسوارات الجديدة لبداية قوية مع البلاي ستيشن 5، وبنبدأ بتوصيل واستلام الإكسسوارات من المعارض في اليوم الرسمي للإطلاق 19 نوفمبر. يعطيك معفي المتابعة ومع السلامة.